وصلنا المرة اللي فاتت إلى سفر صموئيل الأول، وشفنا الجزء الأول من سفر صموئيل، أو صموئيل الأول يعني، بيتكلم عن حالة الشعب من بعد سفر القضاء، لما الشعب ابتدى يطلب ملك. شفنا إنه الله أعطاهم ملك حسب رؤيتهم، حسب ما هم كانوا عايزين، ملك قوي، شاب طويل ضخم يقدر يكون بيخرج قدامهم. ورغم تحذيرات صمويل ليهم، إلى أن هم صمموا أن يكون عايزين ملك، وخرج الملك ده. بدأ بداية حسنة، لكن للأسف بنشوفه وهو بيبتدي حالة العصيان والتمرد، وبيخدع نفسه، بيحاول يخدع، يعني يلاقي مبررات لشاول. لما كان في مرة حرب والرب قال له تحرم كل شيء، ما تاخدش ولا حاجة ليك، لكن لما شاول لما جه صمويل بيقول له انا سامع صوت غنم جوه، قال له لا، اخذنا شويه غنم كويسين علشان نقدمهم ذبيحه للرب. طبعا كسر الوصيه وكسر الامر بتاع الله. فصمويل بيقول له لانك كسرت الوصيه ورفضت كلمه الله، عشان كده الله رزلك. وكان هم شاول في اللحظه دي انه لا، تعالى تعالى اكرمني قدام الشعب. لما اتاخر صمويل في انه يقدم الذبيحه، هو كان عايز يروح يقدم الذبيحه، وبدا يعمل تصرفات اللي هي بتاعت اي ملك عادي جدا، انه يبتدي يتغر، يبتدي هو ياخد حاجات مش بتاعته. فالرب بيقول لصمويل، بيقول له خلاص ما تفضلش تنوح على شاول، تعالى ادي لك واحد تاني، انا في واحد تاني عايز امسحه. شفنا نروح مسح داود الصبي الصغير. وبرضه بحب اوجه النظر الى انه كلمه المسح او يمسح شخص، ده ترم في العهد القديم بيعني وضع دهن المسحه على راس واحد علشان يقوم بمهمه معينه. والحقيقه في العهد القديم كان في 3 اشخاص بيوضع عليهم المسحه المقدسه دي. دي مش ممنوع حد يعمل زيها، ده كان خليط من زيت الزيتون مع عطاره معينه بيبقى ريحته رائعة جدا، لكن الزيت ده أو الدهن ده مخصص فقط لكي يوضع على رؤوس 3 أشخاص في كل العهد القديم، أو 3 مناصب بمعنى أدق يعني. يوضع على رأس الملك، على رأس الكاهن، على رأس النبي. المسحة دي في العهد القديم هي بالظبط إشارة أو رمز لعمل الروح القدس في العهد الجديد. طبعا باختلاف مفهوم العهد الجديد عن خدمة الروح القدس اللي هي فيها سكنة دائمة في المؤمن المسيحي، ده ما كانش موجود في العهد القديم. والدليل على كده في يوحنا 7 شفناها مع بعض، لما المسيح وقف في يوم الأخير من العيد وقال إن عطش أحد فليقبل إلي، من آمن بي تجري من بطنه نهار ماء حي. ويعلق الرسول يوحنا كأنه بيفتح 2 براكتس كده، بيقول قال هذا عن الروح القدس الذي كان المؤمنين به مزمعين أن يقبلوا، لأن الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد، لأن يسوع لم يكن قد مجد بعد. فخدمة الروح القدس في العهد الجديد تختلف عن خدمته في العهد القديم، وإن كان هناك بعض التشابهات في بعض النقاط والتسميات. عشان نبقى فاهمين كلمة المسحة يعني إيه، بيستخدمها الرسول يوحنا مثلا في رسالة يوحنا الأولى، يقول لهم كده أما أنتم فلكم مسحة من القدوس، يقصد بيها أنه الروح القدس اللي هو مسحة الله اللي كان له إشارة في العهد القديم هي المسحة من الدهن المقدس. الروح القدس هو الحقيقة اللي مرموز لها بدهن المسحة في العهد القديم. فصمويل بيمسح داود ملك، لكن في الواقع في ملك تاني موجود في الأرض، هو شاول. داود هو الملك الممسوح من قبل الله، لكن ما بياخدش منصبه غير بعد سنين، والسنين دي جزء كبير منها بيمر في حالة مطاردة. شاول بيطارد داود عشان يقتله، مش عشان يعني أي شيء تاني. هو خصص جهده وحربه والجيش بتاعه عشان يطارد شخص عشان يموته. شاول بيقع بين إيدين داود مرتين، وكان يعني في إمكان داود في أي واحدة من الاثنين دول إنه يقضي عليه. مرة منهم شاول بيدخل مغارة اللي كان مستخبي فيها داود، وبيدخل عشان ينام،
وفعليا نام وراح في النوم. وكل الناس اللي كانوا مع داود قالوا له خلاص ادي كده علامة من ربنا، ربنا دفع بايدك عدوك اقتله، خلاص دي كده علامة من ربنا اكيد. تخيل ان انت واحد بيطاردك بقالك سنين وعايش هربان في الجبال، وبتلاقي ان العدو بتاعك دخل المكان بتاعك ونام، وانت مستعد بكل سهولة تروح تقضي عليه. فيقول كده الكتاب انه داود راح وقطع طرف جلابيه شاول، ولما عمل كده قلبه ضربه، قلبه وجعه، وقال حاشا لي اني امد ايدي على مسيح الرب. بص بقى الـ 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 القلب والذهن اللي متجدد بربنا. بص الشخص اللي تحت ايد الله، اللي لما حتى يبقى في ايديه انه ينتقم يقول حاشا لي اني امد يدي على مسيح الرب، رغم انه عارف ان هو الى الله مسحه. لكن هذا الشخص كان من ضمن من في وقت من الاوقات موضوع عليه المسحه، وان هو رئيس الشعب، ان هو ملك في الشعب. عشان كده داود يقول عنه كتاب انه قلبه ضرب، قلبه وجعه، انبه على ان هو لمس شاول. ولما بيصحى شاول ويكتشف الموقف ده بيبكي وبيعتذر لداود ويقول سامحني يا ابني وانا مش هعمل كده تاني، لكن بيرجع تاني يطارده. المرة التانية بيحصل نفس الموضوع، وبيروح داود وياخد الحربة وياخد الكوز بتاع ملك وهو نايم، عشان يقف على التلة من فوق وينادي يقول له لمين الكوز ده ومين الحربة بتاعتك؟ انا كان ممكن اقتلك بس انا ما اقدرش اعمل كده. وانت خارج تدور على مين؟ بتجري يا جلالة الملك ورا مين؟ ورا كلب ميت، ورا برغوث يسمي نفسه كده، مع انه عارف ان هو مسيح الرب، هو ده الملك. لكن في اتضاعه الشديد كان بيظهر حبه وخضوعه واكرامه حتى للشخص اللي كان ناوي يقتله. بينتهي سفر صموئيل الاول بسلسله من المعاندات وسلسله من الانهيارات في حياه شاول، اللي في النهايه بنشوفه انه دخل حرب وبيتقتل في الحرب هو وابنه يونسان. وبيبتدي السفر الثاني او الجزء الثاني من صموئيل، هو صموئيل الثاني، يبتدي بانه داود بيقدم نشيد بيرثي في شاول ويونسان، ويتكلم عنهم كلام روعه روعه. ما قالش ابدا ربنا انتقم لي، ما قالش ابدا ربنا خد بطاري من الشخص العنيد الشرير اللي كان بيطاردني. بالعكس يقول كده الظبي مقتول على شوامخك يا اسرائيل، شاول ويونسان الحلوين اللي كان اخفوا من النسور في حركتهم واللي قتلوا اعداء شعب الرب، يتكلم عنهم كلام رائع جدا. الجدول اللي جاي اعتقد ممكن حضراتكم شفتوه ولا مش عارف اني قدرتوا تتابعوه ولا لا، بيعمل تلخيص لحياه شاول الملك. ده اللي هي كان عامل الأسيس فريدي ربي باركه، بيقدم من خلال سفر صموئيل الأول ملخص سريع كده في الجدول ده لكل السفر بعناوين رئيسية. يعني مثلا في الإصحاح التاسع بنشوف لقاء شاول وصموئيل لما كان الشعب بيطلب ملك، بنشوف الإصحاح العاشر صموئيل بيمسح شاول. في البداية شاول بيبتدي بداية حسنة وبيهزم بني عمون اللي كانوا بيهددوا أحد القرى الخاصة بشعب إسرائيل اللي اسمها يابيش جلعاد، ويطلع من عندهم واحد اسمه نحاش العموني كان بيهدد القرية دي ويقول لهم الحالة الوحيدة أن أنتوا تأمنوا مني أن أنتوا تتعاهدوا معايا وتسلموني وتخضعوا لي، ويكون في علامة، العلامة دي هي أني أقور كل عين يمنى ليكم، كل واحد أفقع عينه اليمنى، ودي علامة عشان تبقى أنت تحت حمايتي. وبرضو الأسماء هنا ليها مدلول جميل قوي، مثلا كلمة نحاش في العبري معناها الحنش أو الحية، ويابيش جلعاد، يابيش جاية من يابس، جلعاد دي منطقة كانت مميزة بالأشجار، أشجار البلسان. فلما يقول يابيش جلعاد هي أماكن في جلعاد دي، لكن أماكن يابسة، الأماكن اليابسة دي طلع عليها نحاش الحية وبيهددها بأنه عشان تتبعني وعشان تبقى تأمن مني وتبقى تحت حمايتي وما قتلكش، أعمل حاجة واحدة بس، أني أقور العين اليمنى بتاعت كل واحد فيكم. بمعنى
المعنى الروحي بتاعها هو فقدان بصيرة، إنه لو أنا عايش في منطقة يابسة، لو أنا في حياتي في يبوسة والشيطان جاي يحارب، بيجي يحارب في الأماكن اليابسة دي الناشفة، لما بخاف منه لما ببقى خلاص بستسلم، هي بيطلب يبقى هدفه إنه يفقدني بصيرتي، يفقدني أي حاجة. عشان كده بولس يقول إنه لا هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين. فدي أحد الصور الجميلة جدا. شاول بينهض ويقول إزاي يحصل كده، وإزاي واحد زي ده يعير شعب الله. فيبتدي شاول فعلا ياخد خطوة جريئة جدا قوية جدا ويحارب وينتصر. فبداياته كانت بدايات قوية، بدايات كانت كويسة جدا، لكن للأسف بنشوفه حياته بتنتهي إزاي. فالجدول ده بيشرح لي طب بالتفصيل صح صح ايه اللي بيحصل في سفر صمويل، وبالاخص في حياه شاول الملك. السفر الثاني او الجزء الثاني من صمويل زي ما موجود في النص العبري في صمويل، بس سفر اسمه سفر صمويل اللي احنا في النص بتاعنا المسيحي او النص حسب الترجمه السبعينيه موجود في جزئين، صمويل اول صمويل الثاني، لكن هم نفس الكلام بالحرف. بنشوف يبتدي داود يصبح ملك، بيقضي تقريبا 7 سنين ملك في منطقة، وبعدين بقية 40 سنة بيملك على كل إسرائيل. داود بينجح إنه يأمن المملكة بتاعته، بينجح إنه يخضع كل الشعوب اللي حواليه، بينتصر على كل الأعداء اللي كانوا بيحاربوا أطراف إسرائيل، فبيأمن المملكة بشكل كبير جدا سياسيا وحربيا. كان رجل قوي جدا ومتمرس في الحرب، فنجح انه يثبت المملكة، يدعم المملكة جدا، يحصنها. كل الأعداء اللي كانوا بينخشوا من حوالين المملكة او كان بيحصل من أوشاد، هو انتصر عليهم وراح مأمن كل حدوده. فالمملكة بلغت احسن اوقاتها في وقت داود من ناحية العسكرية ومن ناحية الحربية. لما عمل كده كان في جوه قلبه شيء من ساعة لما أخذ الحكم، هو إنه يرجع تابوت عهد الرب. فاكرين في أول صمويل شفنا بسبب عالي وأبناء الأشرار حفني وفلحاس لما خدوا التابوت في الحرب، التابوت اتسبق أخذوا الفلسطينيين، وفضل تابوت عهد الرب متغرب عن أرض إسرائيل لفترة طويلة. يعني الكلام ده من قبل شاول، شاول قعد 40 سنة في الحكم، وعلى بال ما داود رجعه يعني في أكتر من 50 سنة يمكن أو 60 سنة التابوت متغرب عن أرض إسرائيل. داود بيرجع التابوت، بيحصل مرة في أحد المرات بينقلوه غلط، بيحطوه على عجلة وهم بيتحركوا بالتابوت، التابوت كان هيقع، فجي واحد اسمه عزة يسند التابوت، فلما لمس التابوت مات، والشعب انزعج جدا وسموا المكان فارس عزة. فارس يعني اقتحام، الله اقتحم عزة. السؤال طبعا ليه بس ربنا يعمل الحركات دي، ليه المنظر الصعب ده؟ لانه الشعب كان مش فاهم ازاي ده يتشال، اهملوا في عملية شير التابوت. التابوت بيتشال بطريقة معينة، التابوت بيتشال على أكتاف الكهنة، ما يتحطش على عربية أو على عجلة يجرها الحيوانات. التابوت بيتشال بالعصيان بتاعته على أكتاف الكهنة، مش اللويين كمان، لازم الكهنة اللي يشيله. المرة اللي بعدها داود عمل كده، قدسوا الكهنة وراحوا جابوا التابوت، وكان موكب مهيب جدا وعظيم جدا، وذبائح كتيرة بتتذبح قدام التابوت، ترنيم وتسبيح، لدرجة ان داود كان بيرقص امام تابوت عهد الرب وهو داخل اورشليم من الفرح. ميكال بنت شاول بصت عليه من القوة ويعني احتقرته وقالت ايه الكلام ده، وبعدين بيقول بتعاتبه وتقول له كان شكلك يعني ضايع جدا كده وانت الملك بترقص قدام التابوت، يعني ايه ده، يعني كأنه ما يصحش كده، انت رخصت نفسك او لا، يعني ده انا ما اعمل اي حاجة عشان خاطر تابوت العهد الرب. وساعتها يقول كده الكتاب انه الرب ضرب ميكال بانها تكون عاقر وما انجبتش من اي ولد.
في الإصحاحات اللي بعد كده بنشوف داود بيبتدي بعد ما أخد وضعه كملك يبتدي يدور على أي حد باقي من أولاد يونسان، لأنه كان في عهد بينه وبين يونسان، لأنه كانوا صحاب قوي، كانوا بيحبوا بعض قوي، يونسان ابن شاول. كان في عهد إنه لو حد منهم جرى له حاجة التاني يخلي باله أو يأمن أولاد التاني. فداود بينفذ العهد وبيدور على حد باقي من عائلة شاول ويونسان علشان يصنع معاه رحمة. فبيقولوا له يوجد بعد عبد طفل صغير، والشخص ده ساكن في أرض اسمها لودابار، مكان بعيد ومكان قفر. الشخص ده اسمه مفيبوشس. مفيبوشس موجود في صحاح 9. فحكايته ايه؟ حكايته ان هو طفل صغير لسه رضيع، او يعني عنده كام سنه، صغيرين قوي خالص. مات يونسان ومات شاول في الحرب، وجاء الخبر للبيت الملكي فهربوا، ولانه خافوا من انه يحصل انه يجوا يموتوا اولاد الملك. فخدته المرضعه بتاعته وحطته على الدبه وجريوا، وهم بيجروا الولد وقع من على الحمار او على الركوبه اللي كان راكبها واتكسرت رجليه. وطبعا انه في الزمن ده ما كانش فيه وسائل الطب الحديثه انه يجبس او يجبر الرجل، استمر الكسر. فالولد من صغره وهو عاجز عن المشي. وتخيلوا لما هيقابلوا داود كان سنه كبر، وصل حاجه و30 سنه. فتخيلوا لما واحد يفضل عايش سنين عمره دي كلها متذكر الوقعه اللي وقعها، متذكر انه الكلام اللي اتقال له انه احنا هنهرب لان داود لو جه هيموتنا. فالولد ده قعد، او بعد ما بقى راجل، طول حياته متخيل انه العاهه اللي في رجله والظروف الصعبه اللي حصلت له وموت ابوه وكل كل المصايب السوداء اللي حصلت له دي سببها داود. فكم الكره اللي جوه قلبه ناحيه داود اعتقد مهول جدا. فبيكتشف فجاه انه الملك داود بعت له بيقول له تعالى. انا عايزك تتخيل وحطي نفسك مكان الشخص ده. لو انا عايش حياتي كلها عندي صورة سيئة جدا عن داود، وداود بقى الملك وانا هربان منه مش عايز اشوفه، والملك ده لقيته بعت لي بيقول لي تعالى انا عايزك، اكيد اكيد الشخص ده كان ميت من الرعب واصلا جواه كره شديد جدا لداود. لكن بيفاجئ ان داود بيقول له انا هرد لك كل حاجة بعد منك، وانت النهارده مش هتسكن في دبر، انت هتيجي تسكن هنا في اورشليم، وهتيجي تاكل خبز على مائدتي كل يوم، تفطر في الغدا وتتعشى على المائده بتاعتي، وتبقى زي واحد من اولادي. هي الفكره دي كانت غريبه جدا، والفكره دي كمان يمكن يكون قصه لكن ليها حقيقه في العهد الجديد. هي قصه كل واحد فينا وهو بعيد عن داود الحقيقي، عن الرب يسوع. والشيطان صور لي انه حاجات كتيره حصلت سيئه لان الرب صعب، وانه الحياه مع ربنا صعبه، فانا بعيد جدا عنه. لكن في يوم بيقتحم حياتي ويناديني بيقول لي تعالى، واكتشف انه الشخص اللي انا عشت طول عمري يعني كرهه او خايف منه او مش بحبه، هكتشف ان هو ده اللي بيغير كل حاجه سيئه الى النقيض بتاعها، كل شيء رائع. فداود بيصنع رحمه لمفيبوشس ابن يونسان، وبياكله على مائدته وبيسكنه في اورشليم جنبه، وبيصبح كانه واحد من اولاد داود. كل ده الدنيا بدات تبقى واخده وضعها في اسرائيل، الشعب كله تحت حكم داود. داود ملك جيد جدا. داود كمان كان فيه ميزه جميله جدا جدا، انه كان دايما معاه احد الانبياء ملازم لي، والشخص ده كان عامل بالظبط زي الضمير بتاع داود، لو غلط يوجهه. وكان داود عنده ميزه مش موجوده في اي ملك تاني،
فعليا في اسرائيل كل الملوك بتوع الاصليين ما كانش في واحد منهم زي داود في النقطه دي، انه كان اكاونتبل للنبي ده. يعني لو النبي قال له حاجه يسمع الكلام، لو غلط يجيبه، فكانه بيحاسب نفسه قدام النبي ده. عشان كده كان معظم حياه داود ماشيه صح الا لما ما سمعش الكلام او غلط. في صحاح 11 و12 بنشوف بقى السقطه الكبيره بتاعه داود لما تكاسل الشعب او الجيش بتاعه خارج في الحرب، هو ما اتخرجش معاه، قعد في بيته، طلع اتمشى على السطح، شاف باتشبع امراه متزوجه من اوريا الحثي وساكنه بعيد كده قدامه، وشافها وهي بتستحم عجبته، بعت لها جابها زنى معاها. وبعدين بعد شويه كم يوم بتكتشف انها حامل، بتبلغه. فطب يعمل ايه؟ راح بعت لقائد الجيش قال له هات اوريا نزله اجازه. فنزل اوريا اجازه على اساس انه متخيل اوريا لما يرجع من اجازه هينام مع مراته، فهيبتدي يلزق الطفل ده لاوريا. لكن اوريا بيعمل حاجه غريبه جدا. اوريا بيقول انا ما اقدرش ادخل بيتي وانام وشعب الرب بيحارب، لا انا هنام على العتبه بره. هي ليله واحده. داود خطته الاصليه فشلت. فما لقاش حل تاني غير ان هو يعمل ايه؟ بعت رساله لقائد الجيش مختومه، قال له تسلمها لاوريا، قال له تسلمها لقائد الجيش. مكتوب ايه في الرساله دي؟ مكتوب قال له حط اوريا في الصفوف الاولى في اشد منطقه في القتال، وارجع من وراه عشان يقتل. قائد الجيش بينفذ الامر وفعلا بيقتل اوريا الحثي في الجيش في الحرب. و بعدها بفتره بيبعت يجيب باتشبع وبيدخلها بيته، وخلاص بقت من ضمن الحريم بتوعه. بيجي له الراي، بيجي له نسان النبي، وبيبتدي يحكي له حكايه، بيقول له انا عايز اخد رايك في مشكله جلاله الملك. قال له ايه؟ قال له كان في واحد فقير عنده معزه، وكانت المعزه دي بالنسبه له زي حبيبته، اخته، صاحبته، بياكل معاها وبيشرب معاها، ما عنده مشكله. وكان جنبي واحد راجل غني عنده مواشي كتير، عنده غنم كتير. وقال الغني ده جاله ضيف بالليل وكان عايز ياكله، ما رضيش يذبح اي معزه من اللي عنده او اي غنم من عنده، راح واخد الغنم المعزه بتاعه الراجل الغلبان ده وذبحها واكلها. نعمل فيه؟ قال له الراجل ده يتقتل. قال له يا سلام، انت هو الرجل. هو حطها له في صوره قصه، وداود حكم قال له أنت هو الرجل. آخ فهم. فابتدى يكتب داود، يتوب، وكتب أشهر مزمور للتوبة، مزمور 51، اللي بيقف قدام الرب كده يقول له ارحمني، أنا معجون بالخطية، أنا ما عنديش حاجة أقولها لك، أخطأت، بعترف إن أنا أخطأت. فيقول له كده الرب إنه رب نقل عنك خطيتك، بس خلي بالك في عقاب، في عواقب اللي انت عملته. الرب سامحك، غفر لك خطيتك، نقل عنك خطيتك، بس اللي انت عملته ده ليه نتائج في الارض. ايه النتائج؟ قال له اللي انت عملته في الخفا هيتعامل فيك في العلن. ومن هنا يبدا نشوف الخطيتين دول بيجتاحوا بيت داود، وتبتدي تشوف انه احد اولاده من زوجة بيعجب باخته من الغير شقيقة من زوجة تانية، وبيتمارض وبيقول لداود خلي اختي ثمار تيجي عشان تعمل لي اكل ان انا تعبان. بتيجي له تعمل له اكل، بيعتدي عليها وبيغتصبها، واللي عمله داود بيتعمل فيه. وبعدين يقول كده انه كرهها، الولد ده اسمه ابشالوم، كرهها جدا. اخوها امنون عايز ينتقم منها، ينتقم لها من ابشالوم، وبيدبر انه يقتل ابشالوم، لكن ابشالوم بيعمل خطه وروح يموت امنون. ولما موت اخوه امنون هرب، ويبتدي اللي عمله داود بيظهر جوه عيلته، الزنا والقتل. وبعدين بيقول له طب تعالى، بيصالحوه على داود، يقول له تعالى. بعد ما بيرجع ابشالوم يبتدي ابشالوم يعمل حركه اسوأ، يبتدي ابشالوم
يتقرب للشعب ويبتدي يحاول يعمل تجمهر حواليه ويلم الناس حواليه عشان يقلب على داود ويعمل تمرد عشان ياخد هو الحكم. وإلى حد ما بينجح، وإلى حد ما مش بس بينجح، بيهدد حياة أبوه لدرجة إنه داود بيهرب بالليل من أورشليم ويخرج بره ويرجع تاني مطارد في الصحراء زي ما كان في أوقات شاول. الأسوأ من كده إنه أحد المشيرين يعني سيئين جدا بيقول له الحاجة اللي أنت عايز تعملها بقى يا أبشالوم عشان تذل داود إنك تنصب خيمة وتجتمع بسراري أبوك، السريات بتاعت أبوك. يعمل كده يعني شيء وقح وشيء سافل جدا. وبيخرج بعد كده في الحرب بيطارد أبوه، لكن الأب داود بيوصي رئيس الجيش بيقول له ولو أنت بتحاربه ما تقتلش أبشالوم، ترفق بأبشالوم رغم كده أب. لكن رئيس الجيش فعليا في مطارداته مع أبشالوم كان شعره طويل قوي وبيجري بالحصان بتاعه ودخل في حتة فيها أشجار، اتعلق من شعره في الشجر، والتنين راح إيه موصي راح قاعد ضربوه بالأسهم موتوه. بيرجع داود طبعا بعد ما ابنه بيموت وابنه التاني مات وبنته اعتدي عليها، راجع مكسور لبيته، يبدأ تاني أول الدنيا، يبدأ تاني يظبط الوضع. بنشوفه في أثناء ده الابن اللي اتولد من بتشبع، الابن الأولاني اللي هو اللي جه بسبب الزنا، بيعيا وبيموت الطفل. الابن الثاني اللي بتولده هو سليمان، وده اللي كان مترتب انه يكون هو الملك. سليمان هو الابن الثاني لداود من بتشبع بعد الابن الاول اللي مات. كان في وعد من سليمان لبتشبع انه يخلي ابنها هو اللي يملك اللي هو سليمان، لكن في ولد تاني من ابناء داود اسمه ادونيا. ادونيا بيبتدي يحاول يعمل برضو حزب ويجمع رئيس الجيش معاه ويجمع احد الكهنه معاه علشان يستولي على الحكم، لانه كان ابتدى داود يشيخ ويكبر وهيبتدي انه يعني واضح انه حياته قربت تنتهي. مين بيضرب الحكاية دي؟ اللي بيضربيها نسان النبي وبتضربيها بتشبع، فبيدخلوا للملك داود ويقولوا له انت، هو كان على فراش يعني في اواخر ايامه تعبان، انت وعدت بكده؟ قال لهم انا وعدت بكده ومش هيحصل غير كده. فقالوا له طب ادونيا بيعمل كذا كذا كذا، قال لهم لا، انا وعدت انه سليمان هو اللي هيكون ملك، فنصب سليمان ملك في حياته. وفي الحالة دي طبعا بيكتشفوا اللي بيعلن عن الملك الجديد أدونيا بيترعب هو رئيس الجيش والكاهن، فبيجروا على المذبح عشان يحتموا في الهيكل في الخيمة. وسليمان بيأمن الناس بيقول لهم أوكي مش هموت حد، بس محدش فيكم يعمل أي حاجة تانية غلط وإلا هيكون عقابه الموت فورا. داود في حياته ملك 40 سنة. في 40 سنة دول هم أحلى فترة في المملكة كلها. هنشوف أنه فترة سليمان كانت فترة كويسة، لكن سليمان عمل أخطاء رغم أنه عمل إنجازات كبيرة جدا، لكن من أفضل الفترات اللي تمت في المملكة هي فترة داود. الفترة دي كمان فيها علامة مميزة جدا، حاجة اسمها العهد الداودي. لو ممكن مع بعض نطلع سفر صموئيل الثاني، صموئيل الثاني الإصحاح السابع، ونقرأ من الآية 12.
آسف، صمويل تاني إصحاح 7 آية 12. داود بيبتدي في الإصحاح ده بيقول كده في قلبه، تعالوا نقرا من الأول. بيقول: وكان لما سكن الملك في بيته أراحه الرب من كل الجهات، أن من جميع أعدائه، أن الملك قال لنسان النبي: انظر إني ساكن في بيته من أرز، وتابوت الله ساكن داخل الشقق اللي هي الخيام. فقال لنسان الملك: اذهب افعل كل ما بقلبك، لأن الرب معك. داود بيقول يعني مش معقول أبقى أنا ساكن في قصر وبيت وهيكل تابوت الرب ساكن في خيمة، أنا عايز أعمل حاجة لتابوت الرب. وفي الليلة دي الرب كلم نسان وقال له: اذهب وقول لداود هكذا قال الرب: أأنت تبني لي بيتا لسكناي؟ لأني لم أسكن في بيت منذ يوم أصعدت بني إسرائيل من مصر إلى هذا اليوم، بل كنت أسير في خيمة وفي مسكن. في كل ما سرت مع جميع بني إسرائيل، هل قلت لأحد قضاة إسرائيل الذين أمرتهم أن يرعوا شعب إسرائيل: لماذا لم تبنوا لي بيتا من أرض؟ تفتكر أنا أما ولا مرة في خلال كل السنين اللي فاتت دي قلت لأي حد من القضاء أو الرؤساء في الشعب إنه يبني لي بيت؟ والآن فهكذا تقول لعبدي داود. الرسالة بقى جاية من الله لنسان بيقول له: بلغ داود الآتي: هكذا قال رب الجنود، أنا أخذتك من المربط من وراء الغنم لتكون رئيسا على شعبي، وكنت معك حيثما توجهت، وقرضت جميع عاداتك من أمامك، عملت لك اسما عظيما كاسم العظماء الذين في الأرض. أنا اللي عملتك يا داود، وعينت مكانا لشعب إسرائيل وغرسته فسكن في مكانه، ولا يضطرب بعد ولا يعود بنو الاسم يجللونه كما في الأول. يعني حققت بيه كمان إنجازات تخص الشعب، إني سكنته، إنه ما بقاش فيه تهديدات من الغنم. وبعدين بيقول له كده: والرب يخبرك أن الرب يصنع لك بيتا. بيقول لي داود: انت عايز تبني لي بيت يا داود؟ طب انا بقول لك انا اللي هعمل لك بيت. كلمه بيت في العبري زي ما موجوده عندنا في العربي نفس كلمه بيت. كلمه بيت بتعني مسكن، منزل، وتعني ايضا عيله، زي ما في الصعيد عندنا مثلا نقول ايه، احنا ده من بيت فلان، يعني من عيله فلان. او في مثلا في الاردن في عائلات من بيت فلان أو من عائلة فلان. هنا الكلمة فيها يعني بتستخدم في الاتجاهين. داود عايز يبني بيت حقيقي أو هيكل للرب. الرب بيقول لداود: أنا هبني لك عيلة أو عيلة ملكية، بيت ملكي، لأنه فعليا البيت الملكي هيبقى من أول داود ونازل، مش من عند شاول. البيت الملكي أو العيلة المالكة هي من عيلة داود، بدءا من داود، لأن داود جاي من سبط يهوذا، شاول كان من سبط بنيامين. سبط يهوذا هو السبط الملكي المعين أن يجي منه الملك ويجي منه المسيح منذ أجيال طويلة من وقت يعقوب. بشوف هنا أن الرب بيقول لداود حاجة جديدة ويوعده، يقوله كده: ما تكملت أيامك واتجعت مع أبائك، وقيم بعدك نسلك. فاكرين مع إبراهيم كان في كلمة النسل، ومع حواء كان في كلمة النسل، مع داود في كلمة النسل. وهنشوف بعد شوية مع أشعيا هيتكلم على ال الطفل اللي هيولد من عذراء النسل، اوكي، وهنشوف تحقيق ده في شخص المسيح للمجد، النسل، نسل المرأة، واللي هيشرحه ويأكده رسول بولس في أغلاطي، يقول: لما جاء من الزمان أرسل الله ابن مولودا من امرأة. في لاين ماشي جوه كتاب اسمه النسل، فبيقول له: أقيم بعدك نسلك الذي يخرج من أحشائك وأثبت مملكته. هو يبني بيتا لاسمي وانا اثبت كرسي مملكته الى الابد. خلي بالكم من الكلام، لانه الكلام بياخد اتجاهين. اتجاه الطبيعي بتاع النسل
الجسدي اللي هم سليمان وأولاده اللي هيجوا بعدين. لكن في كلمة هنا هتخلينا دايما نقف، كلمة إلى الأبد. الإشارة بتتكلم عن نسل داود اللي ممكن تفهم، وده أكيد تفهم في النسل الطبيعي اللي هم السكسسورز بتوع الهيجو، الخلفاء بتوع اللي جايين من أبنائه وأحفاده. لكن كمان النسل بيقصد بيه شخص معين في ذهن الرب، شخص معين هو ابن داود الحقيقي بقى اللي هو عايزه. عشان كده المسيح اسمه ايه؟ ابن داود. وشفنا في انجيل لوقا وانجيل متى النسب بيرجع المسيح ويأكد ان هو من داود، علشان كده هو ده المسيح، هو ده اللي يلحق انه يرث الكرسي الداودي او العرش الداودي، وده اللي يحقق الكلمه الغريبه بتاعت الى الابد. وفي حتة تانية كتير قوي لو حابين نشوف الكلام ده نشوفه في حتة كتير قوي، مثلا في سفر أخبار الأيام الأول صح 28 آية 7 يقولوا كده: أثبت مملكته إلى الأبد. في سفر المزامير صح مزمور 89 آية 4 يقول كده: إلى الدهر أثبت نسلك وأبني إلى دور فدور كرسيك. في 21 89 21 يقول كده: الذي تثبت يدي معه أيضا ذراعي تشدده. بنشوف مثلا في أشعيا لما النبوة بتتكلم عن ميلاد المسيح في أشعيا 9: يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون رياسة على كتفه. في آية 7 يقول كده: لنمو رياسته وللسلام لا نهاية على كرسي داود وعلى مملكته ليثبتها ويعضدها بالحق والبر من الآن وإلى الأبد. يبقى الطفل اللي جاي، الابن العذراء اللي جاي ده، الولد اللي هيوهب لنا، هيجلس على كرسي داود ويثبت المملكه الى الابد. هي هنا بقى الفكره بتاعت الى الابد دي من اصعب الحتت، واللي محتاجه دايما نخلي بالنا انه النبوات بتتكلم عن حاجه متعلقه بالزمن بتاع الحدوث بتاعها، لكن ايضا بترفلكت حاجه لبعيد قوي بتختص بشخصيه المسيح. ليها مجال في الحيز الزمني بتاعها، ليها علاقة بالحيز الزمني، لكن أيضا بتحمل بعد يحصل في الفيوتشر، في المستقبل. النص ده من النصوص المهمة جدا في العهد القديم، لأن النص ده بيوريني أن الرب بيتدخل من غير أي طلب، وبيوعد وبيعاهد داود بهذا الشخص وبهذه الطريقة، أن يبني هذا البيت وأن يكون من ناس واحد هيجلس على كرسي إلى الأبد. بنسميه النص ده أو الجزء ده بعلاقاته بحاجات تانية في العهد القديم، العهد الداودي. الله عمل عهد مع داود أن يقيم منه شخص يجلس على كرسي إلى الأبد. ده اللي يربطني مع بشارة الملاك العذراء مريم لما بيقول لها أنه يعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه ليملك على بيت يعقوب إلى الأبد. هنا هنفهم العلاقة، إيه كرسي داود وليه الطفل ده وليه بيت يعقوب، لأنه في عهد قديم موجود ما بين الله وداود. الكلام ده 1000 سنة قبل المسيح، 1000 سنة قبل المسيح. الله بيخط خط كده وبيحط تحديدا انه حد من نسلك داود هيجي ويجلس على كرسيك الى الابد. ده من النقط المهمه جدا اللي دايما بحب يعني نقف عندها ونبقى فاهمينها كويس، العهد الداودي. بيقول له اوكي، مش انت اللي هتبني البيت، لكن ابنك هيبني البيت. انت راجل، كنت رجل حرب طول عمرك، عشان كده مش هينفع انت اللي تبني البيت، لكن ابنك يبني البيت، لكن انت جهز له. وفعلا داود بيبتدي يجهز ويحضر فضه وذهب وخشب وحاجات كتيره جدا عشان لما يجي ابنه سليمان هيبني هو ابنه. بتنتهي الموقف. احد اخطاء داود المتكرره هي فكره انه يعد الشعب. كان امر من الله انه ما يعدوش الشعب الا لما الله يقول، ولو عدوا يكون فيه كمان
فضة بتدفع اسمها يعني عشان تكفر عنها. داود غصب عنه أو يعني بنوع من الحركة الشخصية منه إنه عايز يشوف هو عنده قد إيه من الناس يعني تعداد بتاع الشعب، فبيعد الشعب والرب بيعاقبه ويبعت له ثلاث اختيارات للعقاب، تقع في إيد الأعداء ولا تقع في الجوع ولا الرب يضرب بالوباء. فيقول نسان كده يقول له أنا أقع في إيد الرب وما أقعش في إيد حد تاني، الرب رحيم. الرب بيضرب بعدين يقول له كده طب أنا اللي غلطت تضرب الشعب موتني أنا. فيتوب ويقف يقابل الملاك كده ويقابل عند حتة اسمها بيدر أرونا اليابوسي أو أرنان اليابوسي، واحد كان عنده حتة أرض كده، الرجل اسمه أرنان أو بتقال عنه أرونا. فبيصنع مذبح للرب وبيبدأ يعرف من الرب أنه هنا في نفس المكان ده هتقيم الهيكل. ففي نفس الأرض دي هي نفس المنطقة جبل المرية اللي تقدم عليه كان يتقدم عليه إسحاق، نفس المنطقة اللي كفر فيها عن اسم داود والشعب، وهيبني في الأرض دي الهيكل. فبيشتري الأرض دي من أرونا اليابوسي بيدفع له فلوسها وبيجهز المكان عشان ابنه سليمان لما يجي يبني الهيكل. سفر صمويل الثاني كله بيكلمني عن داود، كل السفر كله بيتكلم عن داود. ايضا هنلاقي الكلام ده داود برضو واخد سفر اخبار الايام الاول كله بيتكلم عن داود. داود مفروض له اكتر من 70 اصحاح في العهد القديم لانه شخصيه محوريه جدا، شخصيه هامه جدا. هو الملك اللي بيأسس العيله المالكه، وهو أبو أو الجد الكبير للرب يسوع بحسب الكسب. الكرسي بتاعه هو اللي اتعمل عليه العهد ده، منه هيجي المسيا اللي كل رجاء إسرائيل كان عليه، بيحقق من خلاله الوعود والعهد الأولاني بتاع إبراهيم من في نسلك تتبارك جميع الأمم. فلما هيجي المسيا من نسله هيبارك جميع الأمم. ده الجدول اللي بيشرح لي برضو زي التاني بيشرح لي حياة داود كلها من خلال سفر صمويل التاني الملخص بتاع السفر. هنا الشارت بتاعنا اللي بيكمل معانا بشوف انه بعد سفر القضاء بيبدأ سفر صمويل الاول اللي بيبتدي بتعيين شاول ملك، وملك وشاول بيملك 40 سنة من سنة 1050 قبل الميلاد إلى سنة 1010. بينتهي سفر صمويل الأول بموت شاول وتنصيب داود كملك سنة 1010 قبل الميلاد. داود موجود أخباره وحكاياته وحياته كلها في سفرين، سفر صمويل الثاني وسفر أخبار الأيام الأول. لمدة 40 سنة داود بيملك بدءا من 1010 إلى 970 قبل الميلاد. بيموت داود ويملك مكانه سليمان ابنه سنة 970 قبل الميلاد. من اللطيف والظريف جدا انك تلاقي الثلاث ملوك دول شاول داود وسليمان كل واحد فيهم فترة ملكه 40 سنة، من 1050 ل 1010 بلاقي شاول، من 1010 إلى 970 بلاقي داود، من 970 لغاية 930 هلاقي الملك سليمان ابن داود. كده احنا شويه شويه الشارت ده بتاعنا بيكمل معانا اللي بنشوف جوه الاسهم موجوده اسم السفر، وحوالين السهم موجود الاحداث والشخصيات الهامه مع بعض التواريخ اللي بتخليني بس شايف جايد لاين الاحداث ماشيه في الزمن ازاي. اي سؤال في الجزء ده؟ خلونا ناخد خطوة لقدام ونبتدي نشوف
تولي سليمان الملك، ظهر قدام حضراتكم الشاشة هنا. بعد سفرين اللي بيختصوا بصمويل النبي بنلاقي فيه سفر اسمه سفر الملوك. طبعا في النص العبري القديم موجود سفر الملوك. عندنا الملوك مقسوم اتنين، الملوك الأول والملوك الثاني. الملوك الأول بيبدأ من الأيام الأخيرة في حياة داود، وزي ما قلت حضراتكم كان ابنه أدونيا بيحاول يرتب محاولة إن هو اللي يعتلي العرش، وأقنع يؤاب رئيس الجيش وأبيسار الكاهن إنه ينضم ليه، وكون يعني زي تجمع قوي، رئيس الجيش ورئيس الكهنة أو أحد الكهنة الكبار، بحيث انه يبقى جاهز في اي لحظه داود يموت فيها يبقى هو على طول بينط على العرش وبيستولي على الحكم، لان طبعا ليه اخوات كتير قوي. نسان النبي وبتشبع بيروح يكلموا داود ويفهموا انه ادونيا بيحاول يستولي على الحكم. داود بيامر بتكويك سليمان، وسليمان بيتولى الحكم في حياة داود، لكن بنشوف بعد كده على طول في الإصحاح الثاني داود حياته تنتهي. أدونيا بيحاول يراوغ مرة تانية بعد ما سليمان يعني اداله الأمان وقال له يعني إيه ما تحاولش تعمل حاجة تانية عشان ما تغلطش عشان ما أذكش. أدونيا بيبتدي بعد شوية يراوغ، هيروح للملك لأم الملك، يروح لبتشبع ويوصيها، عايز يسألها يقول لها وصيلي بس اخويا سليمان الملك انه يجوزني الفتاه اللي كانت بتحتضن ابويا في اخر ايامه، فتاه عذراء اسمها ابيشاج الشونامي. ودي كانت حركه يعني خبيثه من ادونيا، لانه ابيشاج الشوناميه رغم ان داود ما كانش يعني بيعاشرها، لكنها تعتبر من كأنها كانت زوجة لي، لكنه هي كانت مجرد تحتضن وكانت في أيام أخيرة وكانت هي بتقوم برعايتها. فكرة لما بيجي واحد يتجوز زوجة من زوجات الملك القديمة فهو فعليا أو ضمنيا كأنه بيطالب، بعد ما يتجوزها هيبقى بيطالب إن هو يعتلي العرش، هيبقى من حقه هو. فلما راحت بتشبع بطيبة أو بطيبة نية أو بدون فهم أو بسذاجة بتسأل سليمان، بتقول له أخوك طالب بس إنك أنت تأذن له إنه يتجوز أبي شك. لا بيطلب إنه، بتقول له أخوك عايز يتجوز أبي شك الشونامية، فبيقول لها طب ما تطلبي له الحكم أحسن. إحنا لو قرينا النص ده مش هنفهم إيه الحكاية. الفكرة هنا انه دي الطريقة اللي يعني المراوغة اللي كان عايز يعملها ان هو يتولى يستولى الحكم من خلال ان هو يتجوز واحدة من زوجات الملك القديم. ففي الحالة دي سليمان بيقول له انت كده قررت غلط عشان كده بيقتله، وبيعزل أبيسار الكاهن، و كان اوريدي موت رئيس الجيش او قائد الجيش يؤاب بن سراويه. فضل واحد بس، الشخص ده كان اسمه شمعي ابن جيره. شمعي ابن جيره كان شخص سيء، لما داود كان بيهرب من ابشالوم قابله في الطريق وبدا يشتمه ويسبه ويضربه بالطوب، وساعتها رئيس الجيش بيقول له طب سيبني اعدي اموته، ده حته كلب يعني ما يسواش حاجه باللفظ، قال له كده. قال له لا سيبه، الرب قال له سب داود خلاص سيبه دلوقتي. لكن داود قبل ما يموت بيوصي سليمان بيقول له خلي بالك من يؤاب بن سروية، لان هو قائد الجيش ده كان قتل واحد، وشمح ابن جيرة اللي شتمني واللي سبني وعملني وحش جدا اتصرف معاه. شمح ابن جيرة سليمان قال له تقعد في بيتك في منطقتك في الحتة بتاعتك دي، ما تخرجش منها، ما تخرجش من بلدك، لو خرجت يبقى كده دمك على راسك. بعد شويه قال له حاضر، بعد شويه كام سنه خرج، راح جابه وقضى عليه. فكده سليمان قضى على كل
الأعداء أو كل اللي كان معادي ليه بالحق بدون ما يكون بيعتدي على حد، إدى كل واحد فرصة، لكن كل واحد منهم كسر، وكل واحد منهم حاول يراوغ وحاول إنه يكون يعني بيستنصح على الملك فقتله. بنشوف سليمان بيعمل حاجة جميلة جدا في رؤية، بيظهر له الرب بيقول له تطلب إيه يا سليمان؟ سليمان بحكمة كده وإلهام من الرب بيقول له بص يا رب، أنا صغير قوي إني أخرج وأدخل قدام شعبك الكبير العظيم، فأنا بطلب منك حكمة عشان تخليني أعرف أقود الشعب. اديني حكمة أعرف أخرج وأدخل قدام الشعب، لأنه شعبك عظيم وأنا مش عايز أكون بغلط. الرب بيقول له لأنك أنت طلبت الحكمة، ما طلبتش المال ولا طلبت إن أنا أقضي لك على أعدائك، عشان كده هديك حكمة ما حدش كان عنده حكمة زيها قبلك ولا بعدك، وأعطيك المال أيضا، وأعطيك الصيت، وأعطيك الغنى، وأعطيك النصرة الشديدة جدا. وبنشوف سليمان فعليا بيصبح من أشهر الملوك في زمنه من حيث الحكمة، لدرجة أنه كانوا بيجوروا من كل مكان في العالم بس يجلسوا معه يسمعوا حكمته. شخص كمان نجح نجاح كبير جدا في أنه هو يعمل علاقات تجارية خارجية مع بلدان العالم. كان بيجيب من مصر من الجنوب المركبات العسكرية والخيول ويبيعها لمنطقة الشمال اللي هي أرام والمنطقة بتاعت سوريا وبتاعت تركيا حاليا اللي هم الحيثيين. كان عنده أسطول بيروح ترشيش اللي هي حاليا إسبانيا والبرتغال بيدوروا على الذهب، كان عنده أسطول تاني ينزل في الجنوب ناحية اليمن يجيبوا العطارة ويجيبوا العطور وسن الفيل والحاجات دي كلها. فكان عنده حركة من التجارة الخارجية، ما أعتقدش إن حتى في حالياً حد عنده نفس القدرات دي. عنده سياسة خارجية ناجحة جداً وسياسة داخلية ناجحة جداً. لكن سليمان مشكلته إنه عشان يوطد العلاقات الخارجية دي كان بيستغل حاجة تانية. يعمل معاهدات السلام واتفاقيات المهادنة مع كل الشعوب والقبائل والكلام ده كله من خلال الزواج. فكان يتجوز بنت رئيس القبيلة، بنت رئيس البلد دي، بنت الأمير ده، بنت الملك ده. فكان عنده كمية مهولة من الزوجات، عنده 1000 زوجة يعني ما بين زوجة وما بين سرية. لكن بنشوف سليمان أشهر حدث في حياته هو بناء الهيكل، دي حاجة خطيرة جدا مهمة جدا نفهمها. سنة 480 من بعد الخروج من مصر وفي السنة الرابعة من ملك سليمان بيبتدي يبني الهيكل اللي بيستغرق بناء 7 سنين. هيكل سليمان أخذ وقته 7 سنين بينما قصر سليمان أخذ 13 سنة. تعالوا نبص مع بعض على الهيكل. دي صورة كده على اترسمت للهيكل من بره، ده المدخل بتاعه. المنظر ده عبارة عن إناء كبير من نحاس في مية متشال على 12 تمثال لثور، وكان بيتاخد من المية دي عشان يملوا بيها المراحض اللي هي الأواني النحاسية اللي بيغسلوا فيها الكهنة، ياخدوا منها المية يغسلوا ايديهم. ده المسبح، مسبح المحرقة اللي كان عليه المحرقة الدائمة. احنا فاكرين خيمة الاجتماع مش كده؟ خيمة الاجتماع فاكرين كنا بندخل من الباب بنلاقي فيه فناء خارجي مكشوف. أول حاجة بندخل من الباب نلاقي مسبح المحرقة اللي عليه المحرقة الدائمة، وراها في إناء من نحاس فيه مية الكاهن بياخد منها المية يغسل إيده، وبعدين في جزء متغطي ما بيخشوش غير الكهنة، وجزء تاني جوه خالص بيخش رئيس الكهنة. لو نفتكر المنظر أهو، ده القدس اللي كان عبارة عن مكان مستطيل فيه 3 قطع، في مسبح البخور في الواجهة وانت داخل، على يمينك او على يمينك في مائدة اسمها مائدة خبز الوجوه، على شمالك في قطعة اسمها المنارة. ادي اشكالهم اهي، ادي مائدة خبز الوجوه بالخبز اللي عليها 12 خبزة، على شمالك في المنارة اللي من ذهب،
اللي هي زي الشمعدان اللي فيه فتايل منورة، وفي المواجهة في مسبح صغير بيصعد عليه البخور أمام الحجاب. ورا الحجاب كان في تابوت العهد اللي هو كان صندوق مفرغ معمول من خشب مطلي بالذهب، مكسي بالذهب، وعليه غطاء من ذهب صافي عبارة عن كروبين أو ملاكين باصين قصاد بعض. وجوه التابوت ده كان فيه لوحي الشريعة وفي عصا هارون وفي قسط المن. ده كان ورا الحجاب، فاكرين الحجاب أهو، وكان وراه تابوت العهد موجود في قدس الأقداس، وده القدس. الكاهن بيدخل هنا، فاكرين، مرتين، مرة الصبح مرة المساء لما بيقدم المحرقة الصباحية والمحرقة المسائية، لكن ما بيتخطاش الحجاب. مرة واحدة في السنة في يوم الكفارة العظيم اللي شفناه في صح 16 في سفر اللاويين، بيدخل رئيس الكهنة ورا الحجاب، بيضع الدم على الغطاء بتاع التابوت اللي بيسمى أيضا الكفارة أو الكفر، ويكفر عن الشعب من سنة لسنة. المنظر ده اتاخد بقى على كبير جوه الخيمة، جوه الهيكل. ادي الهيكل، الفناء الخارجي الواسع هنا كبير، بنلاقي هنا مسبح المحرقة، ولاقي هنا الإناء الضخم ده اللي بيتسمى في الكتاب بحر النحاس، كأنك عامل بسين أو عندك مسبح كبير من النحاس فيه مية، ومتشال على 12 تمثال للثور. كمان عمل من كل جانب من ناحية اليمين والشمال للهيكل، عمل 10 خمسة وخمسة 10 مراحط أواني أصغر يتحط فيها المية، فياخدوا من بحر النحاس ده ويحطوا المية هنا، والكهنة يستخدموا المية دي. بدل ما كان عندي القدس، قدس الأقداس هو مجرد غطاء متغطي على القوائم دي عامل زي الخيمة، بقى عندي مبنى كبير. في المبنى وانت داخل في باب، ده ما بيخشش هنا غير الكهنة. انا بقول لو انت داخل، على انك لو انت واحد من الكهنة، يمينك وشمالك او يمينك وشمالك في عمودين من نحاس كبار، سمى عمود منهم بوعز وعمود التاني يكين. بوعز معناها ابو القدرة او ابو القوة، ويكين معناها سيثبت. لما يدخل الكاهن جوه المنطقة دي بيلاقي الحيطان دي كلها مكسية بالذهب. الحيطان دي كانت خشب حجر، ولاير خشب، والخشب مكسي بطبقة من الذهب. فتخيل انك واقف في مكان ذهب. يمينك وشمالك بدل ما كان عندي منارة والترابيزة او مائدة خبز مجهول، بقى عندي 10 مناير وعشر مواعيد، لكن عندي مسبح واحد للبخور واقف هنا. هنا ما زال في الحجاب، ورا الحجاب تابوت العهد، لكن عمل الغطاء عمله أضخم وخلى الملائكة فرد جناحاتها، بحيث ان الملاك اللي على اليمين جناحه اليمين ده لامس الحيطة، وجناحه الشمال مفروض لامس الجناح اليمين بتاع الملاك التاني، والجناح التاني بتاع الملاك الشمال لامس الحيطة الشمال. تخيل كده في العرض ده كله كده ملاكين ضخمين فاردين جناحاتهم لامسين من الحيطة اليمين للحيطة الشمال. دول الغطا بتاع تابوت العهد، الغطا الجديد بتاع تابوت العهد. حوالين داير المبنى ده، المنظر ده هو عبارة عن غرف موجودة على ثلاث طوابق، ثلاث أدوار فيهم غرف. الغرف دي كانت بتختص بالكهنة، وأماكن التخزين، وأماكن المعدات بتاعة الخدمة بتاعتهم، أماكن بيقعدوا فيها الفرق اللي بتيجي تخدم، لأنه كان العدد ضخم جدا. وداود قسمهم 24 فرقة كهنوتية، بحيث تقريبا أنه كل فرقة منهم بتخدم أسبوعين في الهيكل وتروح، يعني بيخدموا أسبوعين في السنة. فالفرقة لما بتيجي بتلاقي مكان إقامة ليها، وتخرج بعد كده بعد 12 بعد أسبوعين ويجي الفرقة الثانية. وكان تفضل ايه التابوت العهد، الملاكين اللي اتحطوا دول كانوا فوق التابوت والغطاء القديم؟ لا، كان فوق التابوت بس، الغطاء القديم اتشال اتحط دول، الغطاء ده الغطاء الجديد، لكن التابوت نفسه ما لم يعاد صنعه رغم كل العظمه دي كلها. هو عاد صنع كل حاجه، لكن التابوت لا يعاد صنعه ابدا.
طب الدم اللي كان بيحطه رئيس الكهنة في يوم الكفارة العظيم نعم كان بيحطه فين؟ طالما الغطاء جديد بقى الملاكين بس، ولا كان في ايه؟ بيحط فين الدم؟ برضو على الغطاء، ما هو في غطاء، في قاعدة بتغطي الصندوق اللي هو تابوت العهد. الملاكين بدل ما كانوا راكعين وباصين ناحية غطاء التابوت، وقفوا بقى وشهم ناحية الغرب، ناحية الحيطة الغربية، وفاردين جناحاتهم، فوضعهم يعني اتغير. نعم الغطا بقى فلات الغطاء بقى فلات ورا كده، الغطا. بس الملاكين واقفين وفاردين جناحاتهم. يمكن في صورة شوية أقرب نحاول نجيبها، يعني حاجة زي كده، يعني اللي بيحاول يرسم، بس طبعا هما وشهم من الناحية التانية مش وشهم لهنا. التابوت هنا وفي غطا، مش الغطا القديم، المفروض ان هو في غطا تاني، والملاكين واقفين فاردين جناحاتهم لامسين الحيطان. وشهم للحجاب ولا ظهرهم وشهم، لا للحجاب؟ وشهم ناحية الحيطة. الصورة يعني طبعا الرسمة هو بيحاول يرسم، لكن الرسمة الناحية التانية، الوش الناحية التانية. شكرا. لا عفوا، دي صورة أقرب شوية حاولت أوريك. أدي المناير، هي الخمس مناير، وخمس مناير الناحية التانية، والموائد 10 و10. أدي المراحد اللي هي الأواني النحاسية بتحط فيها المية، دي الغرف بتاعة الكهنة وبتاعة التخزين، المواد اللي بيستخدموها. طبعا ده ارتفاعه 3 أدوار، لكن ده كله مفتوح، يعني ارتفاع عالي جدا بتاعه. لو حبينا نبص على يعني مثلا البلان او المسقط الافقي بتاع الخيمه، كنا بنشوف انه من ناحيه الشرق وانت داخل هنا في الستاره، وهنا مسبح النحاس، وهنا المرحضه، بعد كده عندي الخيمه المقفوله اللي فيها القدس هنا، وهنا في قدس الاقداس، هنا في تابوت العهد، هنا في المناره ومائده خبز الوجوه ومسبح البخور. لما بص على الهيكل الاقي الموضوع كبر، والاقي انه ادي عندي الفناء الخارجي الكبير ده. لما بنطلع السلم وندخل هنا بنلاقي في مسبح المحرقه، بلاقي في هنا بحر النحاس اهو، بلاقي في عمودين الكبار اللي شفناهم اللي هم بوعز ويكين. لما بيدخل الكاهن من الباب ده، القدس بقى كبير شوية، أكبر من الأول، بقى فيه 10 مناير و10 موائد، 5 من كل جهة، وأدي مسبح البخور، وبعدين الخط الموف ده هو الحجاب اللي بيفصلني عن قدس الأقداس، وبلاقي هنا تابوت العهد والملاكين الجداد اللي مغطيين التابوت. من بره بلاقي في بحر النحاس او الاناء الضخم اللي شفناه وشايلينه 12 تمثال للثيران، وبعدين بشوف هنا في 10 5 و5 10 مراحد او اواني كبيره من النحاس اتحط فيها الميه. الحاجات الصغننه دي اللي هي 1 2 3 لغايه 30، دي عباره عن غرف جانبيه مبنيه على 3 ادوار على ارتفاع الهيكل كله، كان بيبقى لاماكن التخزين واقامه الكهنه في وقت خدمتهم. الصوره دي بتاعت الهيكل في زمن المسيح، لما هيرودس وسع وكبر الهيكل، زود عليه افنيه اخرى كبيره اللي هي فناء الامم. دي المنطقه دي اسمها فناء النساء او ساحه النساء. الاماكن اللي بره دي كان فيها اروقه زي رواق سليمان، اروقه اللي هي مكان فيه اعمده كتير ومظلم، فناء الامم بره. لكن ده شكل هيكل سليمان بحسب الوصف الموجود في سفر ملوك الاب. سليمان انجازاته عظيمه جدا، موجود مذكور تاريخه في سفر ملوك لغايه اصحاح 11، لكن مشكلة سليمان انه النساء الكتير اللي اتجوزها، كل واحدة اتجوزها وجابها اورشليم، جات ومعاها خلفيتها ومعاها الهتها، وتبتدي تطلب منه انا عايزة اعمل مكان صغير للاله بتاعي، فيبني لها وبعدين يقول له طب ما تيجي معايا بس وكده، واحنا بنبخر الاله بتاعنا، تيجي معايا ما انت جوزي.
فبيروح يبخر معها. ونشوف في النهايه للاسف الشخص اللي بدا البدايه رائعه دي والبنى الهيكل الرب واللي كان حكيم زمانه بينتهي حياته وهو بيبخر مع سيء نسائه الى الالهه الوثنيه. العقاب اللي هنشوفه ان الرب بيقول له عشان خاطر داود ابوك مش هعاقب في وقتك انت، لكن هعاقب في الوقت اللي جاي. هقسم المملكه وهتتاخد المملكه نصين او هتتقسم الدوله الى جزئين واقسم المملكه من بعد. ده اللي هنشوفه بعد دقائق لما نرجع من البريك. اي اسئله؟ أنا صح سؤالي بس. اتفضل يا. ممكن نرجع للبلان بتاعة الهيكل؟ حاضر. اتفضل. حسب البلان اللي الأول، البلان دي مختلفة فيها اختلافات كتيرة عن الخيمة. هل سليمان عمل الحاجات دي من دماغه ولا كان في إرشاد من ربنا ان هو يعمل بالصوره دي؟ الاختلافات هي اختلافات في العدد، في الحجم، في المساحه، لكن الترتيب هو هو، يعني الفكره هي هيها. اختلفنا هنا في انه الحاجات بقت افخم، بقت اكبر، بقت عددها اكتر. في ارشادات طبعا موجوده، لكن الاصل هو هو. يعني فكره مثلا التقسيمه انه في فناء خارجي موجود فيه المسبح المحرقة وموجود فيه المرحضة وفي جزء مقفول محدش بيدخله غير الكهنة للقدس وجزء تاني قدس الأقداس اللي في الآخر. فالسيستم واحد، الأفكار الرئيسية واحدة. اللي اختلف هنا هو العدد والحجم والفخامة، لأنه لو فكرنا في أنه الخيمة كانت بتناسب الترحال بتاع الشعب والغربة، الهيكل بيناسب قوي الاستقرار والملك والمجد اللي كان موجود في وقت داود وسليمان. فنسبة وتناسب شوية مع الأحداث، وبيوريني كمان فكرة المجد اللي جاي لما رب بيملك، والحالة اللي احنا ممكن يكون في الخيمة أو في أثناء الترحال احنا مستمتعين بالرب لكن ما شفناش الأمجاد زي ما تظهر هنا في 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 هيكل سليمان. سؤال تاني، هنا في 10 موائد خبز الوجوه. نعم. مائدة خبز الوجوه في الخيمة كان عليها 12 رغيف، 12 رغيف بيمثلوا أسباط إسرائيل الأثنى عشر، وكانوا متواجدين بصفة دائمة أمام الرب، رمز لتواجدنا قدام محضره دائما. دلوقتي في 10 موائد. نعم. بيتحط ازاي الارغفه ولا كام رغيف ولا كان ايه اللي بيتعمل؟ على ما اعتقد كان كل واحده عليها 12 رغيف. هنا الاعداد زادت. أوكي. الفكره هي لكن الاعداد زادت، زي برضو المناره بقوا 10، الموائد بقوا 10، فبيتحط عليهم نفسهم كل واحده ال 12 رغيف. الكهنه كمان عددهم زاد قوي. لو تفتكر احنا كان وقت ما بدينا الخيمه كان فيه هارون ومعاه 2 ولاده، واثنين ماتوا واثنين باقيين. هنا وصلنا لاعداد كبيره جدا لدرجه ان داود قسمهم 24 فرقه كهنوتيه بيخدموا، كل فرقه بتخدم 15 يوم بس. فالعدد زاد كمان في الكهنه واللاويين. معلش اخر سؤال. اتفضل. هل في فتره من الدراسه هندرس الفرق بين الخيمه والهيكل؟ لان على حسب فهمي يعني او اللي انا عارفه ان الخيمه بترمز لحياتنا على الارض وترحلنا، والهيكل بيرمز للاستقرار في السماء، المجد، الوصول للاورشليم السمائيه. فهل في دراسه حاجه فيها المقارنات دي؟ مش هنخش في حاجه زي كده الحقيقه. لا يعني احنا دراستنا هنا مجرد اوفر فيو، يعني ما بنخشش في حتت كتيرة. برضو احنا الهيكل وان كان لها علاقة بالسماويات، لانه الاثنين لهم علاقة بالسماويات، الاثنين مثال للسماويات،
لكن الفكرة هنا برضو متعلقة بحياتهم وحياتنا على الأرض. في أجزاء بتشير للسماء، الحاجات طبعا دي كلها يعني تايبس أو رموز ليها علاقة بتتحقق في العهد الجديد، بنشوف مثلا في أثر العبرانيين، بنشوف بعض الحتت في سفر الرؤيا، لكن مش بنقدر نخش في تفاصيل كتيرة قوي من المقارنات هنا، احنا مجرد بنعمل فكرة عامة. اوكي شكرا. شكرا لك. طيب خلونا ناخد دقايق بريك ونرجع تاني. طيب نستكمل مع بعض حديثنا الجميل ده عن العهد القديم والأحداث بتاعته. شفنا لغاية سليمان، كل ده الدنيا ماشية سموث جدا، والتاريخ بتاعنا إلى حد كبير هادي، يعني ما شفناش فيه دوشة كتيرة. شفنا التنقلات ماشية إزاي، شفنا ثلاث ملوك بيملكوا على إسرائيل مجمعة، المملكة المتحدة والمملكة الموحدة. شفنا شاول من سنة 1050 إلى سنة 1010، 40 سنة. داود يليه من سنة 1010 إلى سنة 970، ثم سليمان من 970 لغاية 930 تقريبا. سليمان موجود في نلاقيه في سفر الملوك الأول من إصحاح 1 إلى إصحاح 11، ثم في أخبار الأيام الثاني من 1 إلى 9. دي حياة سليمان. سليمان كتب لنا ثلاث أسفار موجودين في الأسفار العهد القديم. هو كتب كتابات كتيرة، واتقال إن هو كتب 1000 مثل وكتب 1000 نشيد، كتير قوي، حاجات كتير قوي كتبها. لكن اللي كانوا موحى بهم واللي دخلوا من ضمن الأسفار اللي موحى بها هم ثلاث أسفار: سفر الأمثال، سفر الجامعة، وسفر نشيد الأنشاد. هنتكلم عنهم لما نتناول الأسفار الشعرية في مقام. بعد ما مات سليمان تولى ابنه رحب عام. رحب عام ابن سليمان بيتولى الملك، وده هنلاقيه في صح 12. لما بيتولى الملك الشعب بيجي له بيقول له خفف عنا شوية الضرائب اللي أبوك تقلها علينا. الراجل كان بيعمل إنشاءات ضخمة، فكان متقل الضرائب قوي، فبيقول له يعني خف إيدك علينا شوية. سأل المستشارين الشيوخ الكبار، قالوا له فعلا لو أنت خدمت الشعب ده ريحتهم هيكونوا خدمين ليك، اعمل كده خفف شوية. سأل أصحابه الشباب، اعمل كده؟ قالوا له لا، خلي بالك انت لو من اولها كده يعني نخيت شويه واتجاوبت معاهم مش هتعرف تلمهم بعد كده. لا، انت قول لهم انا خنصري اتقل من متني ابي، ابويا ادبكم بالسياط، انا ادبكم بالحياه. فالولد عجبته الفكره دي، لسه شاب صغير بيتولى الحكم، بيقول لهم انا صبعي ده اتقل من ابويا. طب يعني بأمارة إيه؟ أنت لسه عيل صغير، لسه بتستلم الحكم ورا ملك عظيم زي ده، تقول كده؟ الشعب طبعا هاج ورفض. وفي الوقت ده كان أحد الأعداء بتوع سليمان رجع، كان واحد من قادة الجيش بتوعه اسمه يروبعام. خلي بالكم عشان اسمين قريبين قوي، رحب عام ده ابن سليمان، يروبعام ده كان قائد جيش وهرب من سليمان لأنه كان حصل مشكلة، هرب إلى مصر واستخبى هناك. لما في أواخر وقت سليمان وخلاص هيموت رجع تاني، ولما رجع كان في واحد نبي اسمه أخيا الشيلوني نداه، وراح واخد الرداء مقطعه 12 حتة وقال له خد لك 10 أجزاء من القطعة دي. فأخدهم قال له الرب بيقول لك أنه أنا هأمزق المملكة عن سليمان وعن ابنه وهديك انت 10 اجزاء. يبقى الراجل ده جات له كلمه من ربنا انه الرب هيديله 10 اسباط هيكونوا معاه، وانه يكون بيعمل مملكه. المفروض كان يعني يحترم ده ويحب الرب ويقدر ده، لكن هنشوف ايه اللي هيحصل. الشعب بينقسم، وفعليا 10 اسباط بيروحوا مع يربعام، ويفضلوا سبتين مع رحب عام. سبتين هم السبت اللي جاي من رحب عام اللي هو يهوذا، وسبت بنيامين، دول دايما مرتبطين ببعض. بقيه الاسباط كلهم العشره بيروحوا مع يربع، وبتنقسم المملكه الى جزئين. الجزء الجنوبي
اللي هو مملكة يهوذا اللي عاصمتها أورشليم مع رحب عام ابن سليمان. نقول ثاني كده عشان دي مهمة قوي نحفظها. رحب عام ابن سليمان بيتولى الحكم على المملكة الجنوبية، على جنوب البلاد. المملكة الجنوبية دي هي سبطين، يهوذا وبنيامين، عاصمتها أورشليم. فلما أقرأ في الكتاب كلمة في الجزء ده بقى لما يتكلم عن يهوذا يبقى بيتكلم على مملكة الجنوب، بيتكلم على سبطين دول، أوقات يسميه يقول له يهوذا، أوقات يقول مملكة الجنوب، أوقات يقول أورشليم. كل ده بيعني الجزء الجنوبي من الدولة. لما يتكلم عن الشمال، مملكة الشمال فيها 10 أسباط، هيقول هيسميها بكذا اسم. أولا مملكة الشمال هيسميها كمان بالسامرة لأن عاصمتها السامرة. أوقات يطلق عليها إفرايم. إفرايم كان ده الابن من أبناء يوسف، وكان سبط كبير. فأوقات الكتاب هيتكلم عن مملكة الشمال دي بصيغة يحط اسم إفرايم، أوقات يسميها السامرة أو مملكة الشمال. كل دي كلمات بتعني الجزء الشمالي اللي فيه 10 أسباط. دول راحوا مع واحد اسمه يربعام. افتكروا الأسامي كويس قوي، يربعام، الاسمين قريبين من بعض. يربعام ده بتاع مملكة الشمال اللي أخد 10 أسباط. مملكة الشمال هي المملكة الشمالية اللي فيها عاصمتها السامرة، فيها 10 أسباط. مملكة الجنوب مع رحب عام ابن سليمان، الحاها دي بتاعت ابن سليمان، معاه سبطين يهوذا وبنيامين، عاصمتها أورشليم. اللي يميز مملكة الجنوب حاجة مهمة قوي أو حاجتين، واحد إنه الملك بتاعها من أحفاد أو من سلسلة النسب بتاعة داود، اتنين وده المهم قوي إنه فيها الهيكل. طلع رحب حام في الشمال، فاكرين احنا ادي الخريطة بتاعتنا هنا كده، ده منطقة فلسطين واسرائيل، ده البحر الميت، الخط الرفيع ده نهر الاردن اللي بيفصل ما بين المنطقة الضفة الشرقية والضفة الغربية، هنا منطقة حاليا المملكة الاردنية، انت هنا كده بنتكلم على اسرائيل. طبعا في الوقت ده كان في اجزاء من هنا داخلة مع شعب اسرائيل. لما شفنا ان في سبطين ونص كانوا ساكنين في المنطقة دي، فالشعوب مع بعض اختلطت وحصل اختلاطات بعد ما هنشوف بعد شوية في السبي الأشوري. اللي حصل انه المنطقة دي اتقسمت، فبقى عندي مملكة الجنوب تحت اللونها احمر دي او يهوذا اللي عاصمتها أورشليم وفيها سبطين، وعندي الجزء الاخضر الكبير ده اللي ممتد فوق لغاية لما يوصل إلى حدود سوريا أو داخل سوريا كمان. الجزء الأخضر ده هو مملكة الشمال اللي عاصمتها السامرة. الشمال تحت مين؟ تحت سيطرة يربعام ابن نباط. الجنوب تحت سيطرة رحبعام ابن سليمان. الشمال فيه 10 أسباط، الجنوب فيه سبطين. الشمال عاصمته السامرة، الجنوب عاصمته أورشليم. خلي بالكم من موقع مدينتين هنقولهم دلوقتي. دان، شايفينها فين دان؟ أقصى الشمال دان، حتة تانية اسمها بيت إيل في أقصى الحدود الجنوبية للمملكة. احنا بنتكلم عن المملكة الشمالية اللي هي الخضرة دي. في بلد اسمها بيت إيل يعني بيت الرب، موجودة في الجنوب على حدود ما بينها وما بين المملكة الجنوبية، ودان فوق خالص في الشمال أقصى الشمال. يربعام بعد ما انضم ليه العشر أسباط فكر فكرة، وده من أوائل الناس اللي جمعت السياسة بالدين. الراجل ده قال إيه؟ مفروض إن إحنا كيهود، لما أتكلم باسم بلسان، كل سنة لازم نروح أورشليم نعيد في الهيكل 3 مرات، ما نقدرش نعيد في حتة تانية، لازم الهيكل ده قانون الرب. العيد
ما بتعيدش في بيتك، بتيجي تعيد في الهيكل او في الخيمه وقت ما كانت الخيمه موجوده. طيب لو انا كل سنه الناس بتوعي بداوا يسافروا وينزلوا مملكه الجنوب ويروحوا يعيدوا في اورشليم، ايه اللي يخليني متاكد ان الناس دي قلبها ما يحنش تاني وترجع تسيبني وتروح تنضم لمملكه الجنوب؟ ما هم مرتبطين بالدين، مرتبطين بالعباده بتاعت اورشليم، فاللي حتى اللي في الشمال ده لازم ينزل كل المشوار ده كله ويروح اورشليم يعيد، واللي ساكن في اليمين خالص ناحيه الاردن برضه بيسافر كل مره 3 مرات في السنه عشان يعيد في اورشليم. اعمل ايه؟ احسن طريقه اخترع لهم دين مرتبط بحدود البلد بتاعتنا، ما خليهمش يروحوا اورشليم. طب اعمل ايه؟ راح عمل عجلين من ذهب، حط لهم واحد في دان واحد في بيت ايل. طبعا احنا بنقرا، لو قرينا النص ده اللي قراه ما تعرفش فين دان وفين بيت ايل ومش فاهم ايه الحكايه. هو حط واحد في اقصى الشمال واحد في اقصى الجنوب وقال لهم ايه؟ ما تتعبوش نفسكم، هذه هي الهتك يا اسرائيل اللي اخرجتك من ارض مصر. وده الراجل ده لسه كان من شويه ربنا بعت له رساله مع نبي بيقول له انا هديك 10 اسباط. هو عمل ايه؟ اخترع دين، وبدل ما تنزل وتعيد وتتعب الاله لغايه عندك، ادي اللي في الشمال في الشمال وفي الجنوب في الجنوب، روح مطرح ما انت عايز، وهنعمل احتفالات للاله بتاعنا، وهو ده الاله اللي خرجنا من ارض مصر، عشان يمنع الشعب من انه يعبد الرب في اورشليم. فاخترع له دين واخترع له اعياد واحتفالات، وطبعا احتفالات الاوثان احلى بكتير من الصلاه والعباده المقدسه، احنا هنهيص وناكل ونشرب ونزني ونرقص وكل حاجه. فانبسط وابسط الشعب بديانه جديده، ديانه موازيه، وقال له دي الهتك اللي اخرجتك من ارض مصر، بصوا الخدعه. وبدا يالف الموضوع ده ويالف له اعياد علشان يمنع الشعب من انه يفكر انه ينزل تاني اورشليم. وده الخطيه بتاعت اوقات كتيره تقول لك ايه؟ خطايا يربعام ابن نبط. لما نقرا في الاجزاء دي في ملوك الاول وملوك الثاني واخبار ايام الاول والثاني، اوقات احنا مش بناخد مش بنبقى فاهمين يعني ايه خطايا يربعام ابن نبط. يعني ايه انا مالي ومالي يربعام ابن نبط؟ ادي خطيه يربعام ابن نبط، هي عجول الذهب اللي اضل بيها الشعب وخدهم، خد العشر اسباط دول في العباده الوثنيه. وهنشوف انه في كل التاريخ المملكه الشماليه ما جالهاش ولا ملك صالح، كل الملوك اشرار، والمملكه انغمست جدا في عباده الاوثان باشكالها والوانها. المملكه الجنوبيه جالها ملوك صالحين الى حد ما، حافظت على نفسها الى حد ما رغم انه كان بيجيلها اوقات كتيره ملوك اشرار، بسبب انه كان يحصل هدنه بين الشمال والجنوب، وواحد من ولاد الجنوب ولاد الملك الجنوبي يتجوز واحده من بنات الملك بتاع الشمال، تيجي ومعاها المصايب بتاعتها، معاها العباده الوثنيه بتاعتها. ادي المكانين اهو، ادي بيت ايل وادي دان في الشمال، حط فيهم عجلين الذهب وابتدى يبتدع البدعه الكبيره بتاعت الوثنيه اللي غزت فعلا مملكه الشمال. ده شرط تاني هيكون عندنا موجود عند حضراتكم. بنشوف سليمان بعديه بتنقسم المملكة إلى جزئين، الجزء الشمالي والجزء الجنوبي. الجزء الشمالي بيروح مع يربعام بن نبط، وده كان سنة 930 قبل الميلاد. الجزء الجنوبي بيروح مع رحبعام ابن سليمان، بنسميها المملكة الجنوبية أو يهوذا، عاصمتها أورشليم وفيها سبطين يهوذا وبنيامين. المملكة الشمالية اللي راحت معايا يربعام بنسميها إسرائيل، عاصمتها السامرة، في بعض الأوقات يطلق عليها إفرايم، عدد أسباطها 10 أسباط. بنشوف في المملكة الجنوبية هنا في 19 ملك هيتعاقبوا عليها في فترة حوالي 3 قرون. 19 ملك دول 11 منهم أشرار و8 صالحين،
ولما بقول صالحين بقول انه كلمه صلاح ده كلمه نسبيه، مش 100% صالح. اما في الشمال فال 19 ملك سيئين. سنه 722 قبل الميلاد بيأمر الرب بالعقاب، فبيعاقب مملكة الشمال دي بسبي اسمه السبي الأشوري. بتيجي مملكة أشور اللي هي حاليا منطقة سوريا وشمال العراق، دي اسمها أشور. البلاد الأشور دي كانت إمبراطورية قوية جدا وبدأت تغزو البلاد اللي حواليها. أشور عملت حاجة غريبة جدا في سياستها في التحكم في البلاد اللي هي غزتها. عشان يضمن انه بلادي ما تعملش اي نوع من العصيان او التمرد او يجمعوا بعض ويحصل ثورة ضد الاستعمار ده او ضد السبي ده، قالوا احسن حاجة نستخدم مبدأ فرق تسد. فعمل ايه؟ نفترض مثلا هو مسيطر على 100 مدينة، ابتدى يقسم شعب كل مدينة الى 100 جزء وياخد يسيب في المدينة دي جزء واحد وياخد 99 يشتتهم في 99 دولة، ويكرر الحدث ده مع كل مدينة من 100 مدينة اللي هو مستولي عليها. فبعد ما مخلص تبص تلاقي المدينة اللي انت ساكن فيها 100 مجموعة، كل مجموعة ليها آلهة مختلفة، ليها لغة مختلفة، لها عادات مختلفة، مش عارفين نتكلم مع بعض. عشان كده كل مجموعة منهم انكمشت حوالين نفسها. بعد شوية بيبتدوا يتعرفوا على بعض ويبتدوا يختلطوا ببعض، سواء بالزواج أو بالتقارب في العائلات، أو إنه أنت بتعبد إيه وريني، قال أنا بعبد الحجرة دي، قال أنا بعبد الخشبة دي، طب ما تيجي نعمل حاجة ما بيننا من بعض، عملنا خشبة وحجرة، والتاني راح جاب حتة الحديد بتاعته، والآخر ده جاب الوثن التالت الرابع بتاعه، وبدنا نعمل توليفة من العبادات، توليفة من العادات، بيحاولوا يقربوا من بعض، لكن برضو المجموعات كلها متناسبة. بعد سنين، وطبعا ما فيش أي اتصالات، ما بقتش عارف بقيت 99 مجموعة فين. حصل كأنك شتت الناس ودوبت الناس بعضها، فاختفت العشر أسباط ولغاية النهاردة ما نعرفش هما فين. وده اللي يفهمني سبب العداوة ما بين اليهود والسامريين، لأنه اليهودي بيعتبر السامري ده ما هوش يهودي بيور، ده يهودي مخلط، وفعليا هو يهودي مخلط ومخلط في الديانة. لغاية النهاردة الديانة السامرية أو اليهودية السامرية، يعني اليهودي الحقيقي بتاع أورشليم لا يعترف بيها، ويقول لك يعني أنا عاشر أي حد إلا ده. هم بيؤمنوا أنه بس خمس أصفار موسى دي الأصفار الموحى به، كل بقية أصفار العهد القديم هم بيرفضوها. طريقتهم في العبادة، حياتهم كانت مختلفة تماما عن اليهودية الأصلية لغاية النهاردة. فالحقيقه لغايه النهارده ما عنديش اي معلومه بتقول لي فين العشر اسباط. فالرب امر بتشتيت العشر اسباط بسبب العبادات الوثنيه. بيستنى الكلام ده حصل سنه 722 قبل الميلاد، هيستنى الرب تقريبا حوالي 120 سنه كمان، مطول باله على مملكه الجنوب. لكن هيحصل العقاب عن طريق مملكة بابل أو إمبراطورية بابل. بعد ما أشور بتتمحل أو تنتهي، بتقوم إمبراطورية بابل اللي طبعا من أشهر ملوكها أو حكامها هو نبوخذ نصر اللي بيغزو المنطقة كلها. نبوخذ نصر عنده سياسة مختلفة خالص. إيه السياسة بتاعته؟ ياخد من كل مجموعة أو من كل بلد أحسن ناس ياخدهم عنده، يعمل لهم عملية غسيل مخ وغسيل ثقافة، ويشبعهم بالثقافة وباللغة وبالعادات والأفكار والعلم بتاع بابل، وياخدهم يشغلهم عنده، يبقوا هم الايدين او
اللي بيحتلوا الوظائف الكبيره ويوزعهم في المملكه بتاعته اللي امتدت حوالي على قرابه 120 دوله، يوزعهم يبقوا هم دول الناس اللي هو دربهم. طبعا ما كانش فيه تهريج، لما يروح القصر ويتعلم ويمشي بيقف قدام الملك ويسأله ويختبره، والموضوع ما هوش يعني في مجال للتلاعب. فده اللي بنشوف مثلا لما دانيال راح السبي هو واصدقائه الفتية الثلاثة وكانوا في بابل. ففي بابل بيحصل عملية تغيير وقولبة جديدة، فكر جديد، ثقافة جديدة، لغة جديدة، أكل جديد، طريقة جديدة، بيعلموا كل حاجة عشان يبقى بيستخدمه، فيبقى دي السياسة المختلفة بتاعت بابل. ده كده ملخص سريع، احنا طبعا نتكلم بالتفصيل عن الملوك وعن الاحداث الهامه في الجزء ده، لكن كده رسمنا معلومه ايه اللي حصل بعد سليمان. ودي الحته شويه صعبه في التاريخ، لانه بنتلخبط في الاسامي، بنتلخبط في الجغرافيا، بنتلخبط في الاعداد. انا بكررها كتير علشان هنخرج من الكورس بتاعنا ده واحنا حافظين التاريخ كويس قوي، حافظين الاسامي، حافظين الاماكن، حافظين الجغرافيا، مش هنكون بنلخبط فيهم بعد كده. فببساطه اقدر ان سليمان بعد وفاته سنه 930 اتقسمت المملكه الى جزئين، جزء الشمالي وجزء الجنوبي. الجزء الشمالي فيه 10 اسباط يسمى مملكه الشمال، مملكه اسرائيل، عاصمته السامره، وقع تحت حكم يربع عام ابن نبات. اما الجنوبي فمجرد سبطين، يهوذا وبنيامين، اللي بيسمى مملكة الجنوب، مملكة يهوذا، وعاصمتها أورشليم اللي فيها الهيكل، وبيحكمها ابن سليمان رحبه عام، ثم أولاده وأحفاده. المملكة الشمالية انتهجت فكر السياسة والدين، ويربعام ابن النباط عمل فكرة العبادة الوثنية، وحط عجلين من ذهب، واحد في دان واحد في بيت إيل، في أقصى الشمال وأقصى الجنوب. افتكروا الأسامي دي كويس، دان وبيت إيل، وألف عبادة وثنية وأغوى الشعب كله للعبادات ديت، والشعب تاه كله مع القائد بتاعه في العبادة الوثنية. مملكة الشمال جالها 19 ملك كلهم أشرار، بتنتهي بالعقاب الإلهي بالسبي الأشوري سنة 722 قبل الميلاد. مملكة الجنوب بتستمر لفترة أطول، تستمر لغاية سنة 605 ولحد 586. 19 ملك، 8 منهم صالحين و11 ملك أشرار. بتنتهي بالسبي البابلي، بس السبي البابلي بيتم على 3 مراحل: 605، 596، 585 أو 86. السبي البابلي بياخد أحسن ناس عنده، أخدهم على 3 أفواج، وبيغير ثقافتهم وأفكارهم ولغتهم وكل حاجة عشان يبقوا بابليين. الأشوريين عملوا خليط ومزيج بين الشعوب عشان الناس كلها تبقى تايهة ويفضل هو مسيطر عليهم. دي كانت السياسة أو الفرق بين السياستين. سفر ملوك بعد كده، بعد ما حكى لي عن سليمان، هيبتدي يحكي لي على الملوك بقى حصل إيه. طريقته هو بيحكي، يبتدي يكلمك عن الملك بتاع مملكة الجنوب، يقول لك في السنة مثلا العاشرة من ملكه حصل في مملكة الشمال انه جه ملك تولى الحكم. مملكة الجنوب الملك ده عمل كذا وكذا وكذا، مملكة الشمال الملك ده عمل كذا وكذا وكذا. في بعض الأوقات كان في صراعات وحروب بين المملكتين، بعض الأوقات يبقى في سلام. وعشان يوطدوا السلام كان يحصل عملية انه ابن الملك ده يجوز بنت الملكة دي، بنت الملك الفؤاد. المشكلة دي او المصاهرة دي كانت دايما تخلق مشكلة في مملكة الجنوب. ليه؟ ملك الجنوب لما بيجوز ابنه لواحدة من مملكة الشمال، كل مملكة الشمال دي بالذات الملوك بتوعها اشرار، كلهم عبدة أوثان، فبتيجي معاها الشر بتاعها، فبتغوي الملك أو بتخلف ولد سيء زيها، وبتتسبب في مصايب كبيرة جوه مملكة الجنوب، إنها تجيب شر،
تجيب عبادة وثنية، تجيب مشاكل كبيرة جوه في مملكة الجنوب. زي ما قلت لحضراتكم، في مملكة الشمال 19 ملك كلهم أشرار، في الجنوب في 19 ملك 11 أشرار، ولكن 8 منهم كانوا صالحين أو أبرار نسبيا. في سفر الملوك الأول في الإصحاح 17 بيظهر شخصية من أهم الشخصيات النبوية، شخصية إيليا، اللي بيظهر في يعني أسوأ فترات الشر في مملكة الشمال، لما كان الملك أخاب بيتولى الحكم ومراته الملكة إيزابل اللي كانت أصلا من خارج إسرائيل، جاية من كان أبوها من أعتقد سور، والملكة دي كانت من مؤسسين أو من الناس المشبعين جدا بعبادة البعل، والبعل ده كان من العبادات اللي فيها نجاسة، وأفشت هذه العبادة في إسرائيل مملكة الشمال، وبقى في عندها كهنة للبعل وأنبياء للبعل ومأبونين اللي هم يعني homosexuals، عشان تعرفوا ان الحاجات دي ليها ارتباط بالاوثان، ليها ارتباط بالارواح الشريره. يعني انا مش بتاع يعني خزعبلات، بس فعليا الحاجات دي ليها علاقه بقيود بتاعه ارواح شريره. فالناس دي مرتبطه بالبعل. بيحصل المواجهه الكبيره ما بين ايليا وما بينهم، وايليا بيصلي وبيمنع المطر 3.5 سنين على الأرض. اللي هي بيحصل مواجهة معاه على جبل الكرمل، أحد المواجهات العظيمة جدا والغريبة جدا، تحدي شديد جدا. بيقف إليه وبيقول لهم هنقف مع بعض، وتعالوا هاتوا ألهتكم وهاتوا كهنتكم وتعالوا نقدم كل واحد ذبيحة علشان نعرف مين هو الرب الحقيقي. لا تعرجوا بين الفرقتين، إن كان الرب هو الله فاعبدوه، كان ياهو يعني هو الله فاعبدوه، كان البعل فاعبدوه، بس ما تعرجوش بين الاثنين. تعالوا نقدم ذبيحة ونشوف الإله لا يستجيب بنار من فوق من السماء تنزل تأكل الذبيحة، يبقى هو ده الإله الحقيقي. فقال لهم أنتوا أكتر قدموا أنتوا ذبيحتكم الأول. جم قدموا الذبيحة وقعدوا يصرخوا من الصبح لغاية المساء، يا بعل استجبنا يا بعل استجبنا، وتبص تلاقي إله واقف عمال يسخر منهم، يقول لهم طب علوا صوتكم يمكن الهكم نايم شويه، يمكن واخد غفله، يمكن راح يقضي حاجته، عمال يتريق عليهم. وفعلا قعدوا قطعوا في نفسهم يمين وشمال، ما حصلش اي حاجه. قال لهم خلاص كده دوري انا. جاب 12 حجر وبنى منهم المسبح زي ما الرب قال، حط الذبيحه وراح حفر حفره حوالين المسبح وقال لهم هاتوا ميه وادلقوا على الذبيحه، وتاني وتالت، لغايه لما الذبيحه بلت خالص. ايوه اهي بس ايوه هنا استدعى ايليا من انهي سبط، ولا هو ايه اللي جاب يعني ايه اللي وداه الشمال؟ هو اصلا من منطقه الشمال. اوكي يعني من بلد اسمها تشبي، هو اسمه ايليا التشبي، بلد اسمها تشب. اوكي يعني في جاي كان في منهم ناس كويسه، كان في الرب فضل حتى إليه لما هيجي في الآخر وهيتضايق أو يقول رب أنا لوحدي، يقول له لا خلي بالك أنا أبقيت 7000 رب لم تلحني لبعل. ففي ناس فعلا، في كان في لما نقرأ نلاقي إن في ناس اسمهم بنو الأنبياء كانوا بيهربوا وعايشين في مغارات لوحدهم في الصحراء، عشان طبعا لو الملك عرف عنهم هيموتهم. ففي ناس أمنا كانت في الزمن ده برضو، وكان في رسائل كده، كان في أنبياء كتير يعني إليه وإليش خدموا، هم اقوى يعني من اقوى الاسامي في العهد القديم، خدموا فعليا في مملكه الشمال. ففي الرب ما سكتش، بعت لهم مرات كثيره، ولكن في النهايه ما كانش في استجابه، فعشان كده كان في عقاب. اوكي ثانك يو. في حد كان رافع ايده ثاني؟ اي سؤال ثاني؟ على جبل الكرمل بعد ما بيطلب انه يرشوا ميه، فالذبيحه بتتبل والمسبح بتتبل والقناه اللي كان حافرها دي بتتملي ميه. فبيصلي يقول يا رب استجبني بنار، فبتنزل نار من السماء بتحرق الذبيحه وبتلحس الميه كلها، حتى الميه اللي كانت في القناه اللي حفرها حوالين المسبح. فالشعب كله هتف
الرب هو الله او يهوه هو الله، اللي هم امسكوا بقى ايه كانت البعل، ما خلوش حد يفلت، وذبح 400 راجل ال 450 راجل. تخيلوا تخيلوا ال- 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 القوه دي. طبعا ارجو ما نفهمش الكلام بانه ده ارهاب، لا طبعا مش ارهاب، لانه كان حكم الله على السحرة وعلى كهنة البعل أو كهنة الأوثان وعلى المأبونين، الحاجات دي كلها إنه لا تدع الناس تعيش في أرضك، فكان في حكم من الله في الوقت ده، هنا ما كانش بيخرج في الشارع في أي حتة يموت الناس، هنا جوه مملكته جوه أرضه جوه أرض يهوى في عقاب الله بيوقعه على الأشرار دول. بعد سنين من الانتظار وسنين من إنه مدي فرصة واثنين وثلاثة ومية، بعد ما عمل كده، بص بقى بعد ما عمل كده بيجي له رسالة من الملكة إيزابيل بتقول له إيه؟ هكذا تفعل بي الآلهة وهكذا تزيد إن كنت لأجعل نفسك كواحد منهم غدا. بعد ما عمل كل ده الرسالة دي عكننته، ضيقته، اكتئب، مشي، مشي مشوار غريب جدا، مشي من الشمال ده من جبل الكرمل وصل لغاية سينا في مصر، هو كئيب وحزين ومتضايق، وبقول للرب خلاص بقى خدني وريحني، اقعد اعمل ايه؟ انا بقيت لوحدي، كل الناس مش عايزه تمشي معاك، انا ايه فايدتي ان اقعد لوحدي؟ ورب يطول باله عليه ويبعت له اكل ويبعت له شرب، وبعدين يكلمه ويقول له مش انت لوحدك، في ناس تانيه، انا ابقيت لنفسي 7000 ربه لم تنحني لبعض. ويرجع تاني ويقول له انا عايزك ترجع، عندك في مهمات تانية لازم تعملها، تمسح إليشع نبي وتمسح واحد اسمه ياهو ملك، ولما يرجع تاني هيروح يقول نبوة بسبب انه الملك أخاب عمل حركة برضو سيئة جدا. عمل ايه؟ جنبيه واحد راجل غلبان عنده حتة كرم، حتة أرض زرعها كرمة، حبكت معاه انه عايز الحته الارض دي عشان يضمها للجنان بتاعته، وكانت حجته ان هو عايز يزرع حته الارض دي بقول، يزرع شويه فول وعدس. طبعا ملك مين اللي هياكل فول وعدس وياكل بقول؟ وبعدين انت عندك اراضي مهوله جات على حته الحقل الكرمة الصغير دي بتاعت الراجل الغلبان ده عايز تاخدها، فرجع مغموم. الراجل قال له ما اقدرش ابيع ارضي لان لا ادنس ميراثي، احنا ما بنبيعش الارض في اسرائيل، احنا ده ميراث من الرب واحنا مجرد انه حق انتفاع، ما عنديش الحق ان ابيعه. ده يلح عليه وكده، رجع في يوم من الايام زعلان ومغموم ومتضايق. مرته مالك يا حبيبي في ايه؟ قال لها متضايق عشان نبوت الاسرائيلي ما رضيش يبيع لي في الكرمة بتاعتي. قلت له بس كده؟ من غير ما تتضايق عملت خدعه وقالت ان الراجل ده جدف على الالهه وحكمت عليه وقتلوه. قلت خدي الحقل اهو. في المشهد ده بيجي إليه وقول لها ايه؟ زي ما الارض لحس شربت دم نبوت، في المكان ده هتاكل الكلاب جثتك ومش هتدفني. وفعلا بعد حتى ما بيصعد إليه وبيجي واحد اسمه ياهو هيتولى الحكم هتموت، إيزابيل هيموتوها ويرموها من الشباك من فوق من البلكونه من فوق. بعد شويه بيقول تعالوا نطلع نلمها عشان دي بنت ملوك برضه ندفنها. بيقول لما راح ملقى الكلاب اكلت جثتها، اكلت جثه الملكه بحسب ما جاء من كلام إليه التشبيه. هنتوقف هنا، بس عايز الفت نظركم الى انه الاحداث في سفر الملوك وبالذات في مملكة الشمال حالا هرد عليه حالا. الأحداث في مملكة الشمال ومملكة الجنوب، الأحداث دي بتوريني كم الشر وكم الأخطاء الشنيعة لما الملك بيضل عن عبادة الرب. زي ما بيقول سيف الأمثال، البر يرفع شأن الأمة وعار الشعوب الخطية. لما الملك يكون بار وتقي هتبص تلاقي كل البلد ماشي صح، لما تلاقي فيه ملك شرير هتلاقي كل البلد ضلت ورا والحالة بقت سيئة. في سؤالين
حد كان عايز يسأل أسئلة؟ باسم. أيوة. كنت عايز أسألك دلوقتي، أنت قلت إنه ده كلم إيليا وقال روح معرفش عشان يمسح تمسح. يمسح إليشع نبي مكانه، ويمسح واحد اسمه ياهو ملك. كمالي في الوقت اللي انت قلت لي ده انه الشمال 19 ملك و19 شريرين، واحد منهم اختيار الرب. طب هو الاصل بتاعهم هو يربعام، الرب بعت له رساله مع النبي وقال له انت هتبقى انت الملك. ما بيورينا انه مش فكره اختيار الرب، وبيوري لك حاجه مهمه قوي، انه رغم ان الرب بيدعو الناس وبيكلفه، هتشوف انه ياهو هيبتدي بدايه نوعا ما كويسه هينفذ، لكن بعد كده هيكمل في خطايا يا اربعام. هو بيورينا، خلي بالكم من حاجه، كل اللي في الكتاب المقدس الاشخاص والاعمال السيئه بتاعتهم بيوريني انه مفيش حد عدل. ما ينفعش تقول على بني ادم انه عدل، زي ما بيقول الكتاب اعدلنا مثل العوسك، احسن حد فينا زي الشوك. فبيوري لك ان الانسان بطبيعته كده فاسد، محتاج دايما تدخل الهي ينقذه. فما ما لا تعرف تتكل على ملك، ولا تعرف تتكل على نبي، ولا تعرف تتكل على كاهن ولا حاجه، انت محتاج حد تاني خالص. عشان كده شفنا الملك داود بيخطي، شفنا سليمان بيخطي، شفنا ايليا النبي يكتئب ويزعل ويقول لك خدني بقى وانا لوحدي، يقول لا ما تزعلش، في ناس تانية انت بس مش واخد بالك، مش عارف، في حاجات بتفوت عليك. طب غضب. اللي هي المعجزه بتاعت الذبيحه قدام الذبح والاشرار، ازاي يعني المفروض انه في اللحظه دي الشعب امن باله ايليا، المفروض انهم تابوا او رجعوا او سمها، لكن اسبر حدوته ان هم لسه اشرار. طبعا في ناس كتيره، طبعا الغالبيه العظمى بتاعت الشعب في الزمن ده كانت ماشيه مع اللي موجود، العباده الوثنيه بكل ما فيها. في قله من بيتقال عنهم، هنشوفهم في سفر الملوك، في سفر الملوك الثاني، بيسموا بنو الانبياء، دول كانوا عايشين لوحدهم بعاد خالص، كانوا هربانين كمان لانه كانوا معرضين للقتل. كان في بعض الناس من القادة في الجيش كانوا أتقياء، وكان كان بس ده في السر ما يقدرش يعلن ده. يعني جاء في مرة، ممكن المرة الجاية هجيب لكم النص، لما كان أخاب بيدور على إيليا وبعت ناس، وكل ما يروحوا الناس في حتة ما يلاقوهوش أو يلاقوه بقى يجي بعد كده مرة تانية يكون مشي. فجي واحد منهم قال له يا سيدي، يعني أنت بتقولي إن أنا هنا، فأرجوك أنا ما تخلينيش أتأذي، أنا عبدك، أنا كنت بخبي رجال الله 50-50 في مغارات، وكنت بعولهم بخبز، فأرجوك ما تمشيش من هنا تاني، وأنا روح أتكلم الملك، ولما أجي ما لقاكش الملك يطير رقبتي. أنا لا، روح أقول له أنا هنا وأنا عايزه. فبنشوف إن في بعض الناس حتى من القادة أو قادة الجيش أو المسؤولين كانوا أتقياء، لكن ما كانش ينفع يعلن ده. الجو العام كان كله وثني، واي شخص بيتقال عنه ان هو متعلق بعباده الرب اله الاله القديم بقى اله يهوى اله اسرائيل، كان ممكن يموت فيها، يضيع فيها. فكان اللي بيعبد الرب كان مخبي ده، لكن كان في قله، كان في ناس فعلا اتقياء لكن قليلين قوي. اللي شاف المعجزه وهدفه ساعتها الرب هو الله، الرب هو الله، هقول لك طب ما هم شافوا المسيح. الموضوع مش المعجزه، الموضوع قد ايه انا من القلب انا مصدق، وده قلب الانسان. سبط يهوذا وبنيامين عندهم حق، انه انا لو ما كانوا مش عايز اعرف السامريين ده حقيقي. بس خلي بالك، هم يعني لما هندرس بعد كده وهنشوف، هم كمان بهدلوا الدنيا. يعني هما ده الرب بيقول لهم كده، اللي انتوا عملتيه اورشليم، خليتي اختك السميره كانها ولا عملت حاجه، خليتيها بره. اوكي، يعني فاهم، يعني من كثر الشر بتاعك خليتي الشرير ده كانه يعني ملاك. اوكي، فالشعب فعلا فعلا
يعني أغاظ الرب إلى أقصى درجة. يعني فالعقاب النازل العقاب الشديد ده والعقاب اللي لسه جاي مش قليل يعني بسبب اللي هم عملوا. أي أسئلة ثانية؟ السؤال سريع بس. فضل. المدخل بتاع الهيكل فيه عمودين، عمود بوعز وعمود يكين. نعم. عمود يكين يعني يكين يعني كلمة يكين يعني سيثبت يتمكن يعني سيمكنه. أوكي. شكرا. وبوعز يعني أبو القدرة أو ذو القدرة أو ذو القوة. شكرا لكم. طيب